وإلى ملف آخر، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن كل من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وميليشيا اللواء فاطميون الأفغاني دربت مؤخرا عشرات الأشخاص من أبناء الميادين ودير الزور بعد التحقيق معهم أمنيا من قبل حزب الله اللبناني، بل وأخضعتهم لدورات عقائدية وجسدية كمرحلة أولى، ومن ثم دورات عسكرية على استخدام السلاح الثقيل والخفيف وقيادة الطائرات المسيرة لخدمة المصالح الإيرانية كمرحلة ثانية. ومن ثم ابتعثت الميليشيات نخبة المجموعات المتدربة إلى إيران لتدريبهم بشكل أفضل، ويقدر عدد المجموعة التي ذهبت إلى إيران بنحو 70 شخص. الصراع بين الميليشيات الإيرانية وقوات قسد المدعومة أمريكياً للسيطرة على غرب سوريا مستمر بلا توقف، فالميليشيات التابعة لإيران تواصل العمل على وضع استراتيجيات وخطط لضرب مصالح التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق نفوذها على الأراضي السورية، حيث تجند هذه الميليشيات أبناء المنطقة في دير الزور بشكل رئيسي وتدربهم أيضاً لتنفيذ عمليات ضد الجنود الأمريكيين وقسد، وذلك لسهولة تنقلهم بين مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية وقسد عبر نهر الفرات. بحسب المرصد السوري، الميليشيات الإيرانية تعتمد في عملية التجنيد على الشيخ نواف البشير، هو الشيخ عشيرة البقارة، بعمليات تجنيد الشبان والرجال من أبناء عشائر المنطقة. يتم تجنيد الشبان في صفوف الميليشيات من خلال إغرائهم برواتب شهرية تصل إلى 300,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 120 دولار تقريبا، إضافة إلى مساعدات غذائية شهرية. ووفق بعض الإحصائيات، فقد تمكنت الميليشيات من تجنيد أكثر من 280 عنصرا من أبناء المنطقة في ميليشياتها منذ نوفمبر الماضي، حيث يخضع المنتسبون الجدد لدراسة أمنية قبل قبولهم من قبل ضابط في ميليشيات حزب الله اللبناني. كما يتم أيضا إخضاعهم لدورة فكرية وثقافية لعدة أسابيع لا تزيد عن 3 أشهر في المكتب الثقافي بمدينة معدان شرق الرقة، وبعدها يخضعون لدورات عسكرية بإشراف ضابط أيضا من ميليشيا حزب الله. المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أشار إلى أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي في حقل كونيكول الغاز مؤخرا أطلقتها الميليشيات الإيرانية.